السلام عليكم الإخوان، حياكم الله. معكم أخديركم علي باريش. دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عند الشعب المغرب العظيم، هذو الخوت اللي ظهر لكم في الفيديو هذو البرابيش. البرابيش هي واحدة من القبائل العربية من بني حسان اللي منتشرين تقريبا في جميع الدول شمال إفريقيا ودول الساحل، متواجدين في المغرب، نعد مراكش، متواجدين بكثرة في درحامنا، متواجدين في موريتان بالأخص في الشمال وشرق موريتان، متواجدين في الجنوب الجزائري، متواجدين في الشمال مالي، متواجدين في النيجر، جبروا في ليبيا، جبروا حتى في مصر، ولكن الأغلبية الساحقة منهم متواجدين في الجنوب الجزائري والشمال المالي والنيجر والمغرب طبيعة الحال ضواحي مراكش الرحامنة. هادو البرابيش كيتكلموا الحسانية، الحسانية الحرجة، عرب أصيليين بني حسان من أطيب خلق الله، عندهم علاقات تاريخية عريقة مع المغرب، لدرجة أنه السلطان مولاي إسماعيل واحد من أعظم سلاطين المغرب اللي حكم المغرب في القرن 17 مزوج بربوشية، واللي هي عائشة من تبارك الرحماني البربوشي، واللي معروفة بالسلطانة زيدانة، هذا اسم مخزني. عموما هذو البرابيش عندهم علاقة مع المغرب تاريخية، بل أنهم انطلقوا من مراكش. البرابيش اليوم اللي موجودين في النيجر وموجودين في مالي وموجودين في الجزائر وموجودين في مالي وموجودين في موريتان، انطلاقتهم من الرحامنة من مراكش، هذا هو موطنهم الأصلي، وقبل جاءوا من شبه الجزيرة العربية. عموما أنا غنتكلم على البرابيش اللي متواجدين في موريتان وبالأخص اللي متواجدين في الجزائر. وهذو البرابيش قلنا عرب من بني حسان، ونقول عليهم صحراويين إذا صح التعبير، نقارنهم مع الصحراويين ديالنا، صحراويين الجنوب، انطلاقا من قليميم، اسا، زاق، سيدي افني، طنطان، طرفاي العيون، الداخله، بوجدور، السماره. هادو البرابيش اللي في الجزائر عندهم واحد الاجتماع قبلي لاول مره غادي يتجمعوا، حشد كبير من البربوشيين غادي يتجمعوا واحد الاجتماع قبلي، يتذاكروا ويتناقشوا وصله الرحيم والثقافه والعادات وما الى غير ذلك، وقد يعود عنده كاع اجتماع من اجل مطالب من الدوله الجزائريه، عندهم مطالب، نفترضوا على انهم عندهم مطالب اجتماعيه ولا حتى مطالب سياسيه. اول شيء واخر شيء داروا في هذا الاجتماع هو النشيد الوطني الجزائري. احنا برابيش ولكن جزائريين، انا بربوشي جزائري، انا بربوشي موريتاني، عندي اجتماع نفتخر على اني موريتاني، نفتخر على اني جزائري. شوفوا هذا الفيديو الخوت ونرجعوا نتكلموا على ديوننا. الإخوان البرابيش في الجزائر، وكي شفتوا عندهم اجتماع بداوا بالنشيد الوطني الجزائري، وين هو اجتماعهم بالنشيد الوطني الجزائري والأعلام الجزائرية ملصقة في جميع الحيطان القاع اللي هما مجموعين فيها، وبالتالي ظهروا ويبينوا ويربوا ولادهم على الوطنية في الجزائر، ويبينوا حتى لدولتهم على أنهم جزائريين، حتى وإن عادت عندهم مطالب اجتماعية حقوقية مطالب سياسية، احنا جزائريين، احنا موريتانيين، احنا ماليين. هادو عرب من بني حسان، يلبسوا الدراريع ويلبسوا، عندهم عادات وتقاليد بني حسان، البيضان بكل ما تحمل الكلمة معنى، يا غير هادو اللي عندنا احنا. وللأسف من يعود عندهم اجتماع قبلي ما عندهم مطلب الأرض وما نعرفهاش والحدود وصداع الراس، احنا الشعب الصحراوي و أرض الصحراويين خط أحمر، والمخزن ما جاب لنا أرض، المخزن ما جاب لنا تراب،
هذه أرض باتنا وأرض جدادنا وكذا، أرضنا مليانة بالخيرات والثروات وما نعرفهاش، والسماء والأرض والتراب. هادو البرابيش اللي في جنوب الجزائر بغيو تعرفوا الحقيقة، ما عندهم علاقة تاريخية بالجزائر. الجزائر هذا الجنوب ما كانت تعرفه سابق 62، وما كانت تعرفه حتى بعد 62. الجزائر دخلت هذه الأراضي في الجنوب حتى بعد 68 69، عاد تعرف التين زواتين والتمن راس وبرج المختار والتين دوف، ما عرفت حتى الاستفتاء من أجل استقلال الجزائر، ما عرفت وقع. ولكن اليوم 2024 الدولة الجزائرية حاضرة في هذه المناطق، الإدارة الجزائرية كاينة في هذه المناطق، العالم الجزائري يرفرف في هذه المناطق. وهذو الرجل الفم، هذو البرابيش يظهروا ويبينوا احترام الدولة لأنهم جزائريين بالعلم وبالهوية وبالشعارات، رغم أنه نقول لكم بواضح العبارات راهو ما كاينش صلة نهائيا تاريخيا بين البرابيش والجزائري. الجزائري ما يعرفوا البرابيش تاريخيا، الجزائري كراغلة كانوا تحت الاستعمار الفرنسي وكانوا تحت الاستعمار التركي العثماني، والجنوب ما يعرفوه، الجنوب ما يعرفوه، الجنوب لا عطاتو لهم فرنسا خرائط مروج عن الاستعمار وراهي عندهم في دستورهم. هذو البرابيش عندهم علاقة تاريخية مع ملوك وساطين المغرب، وما يقد حد ينكرها، البرابيش بنفسهم يعترفوا بهذا. أنا قلت لكم على أن السلطان مولاي إسماعيل مزوج وحدة بربوشي في التاريخ، كيف مزوج وحدة خناتها من تبكار من البراكنة من 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 موريتان. إذا إحنا هذه المناطق كاملة إحنا مغاربة عندنا صلة تاريخية، صلة قرابة وصلة دم وصلة حتى روابط بيع وما إلى غير ذلك. أما الجزائريين ما يعرفوا هذه المناطق، ما يعرفوش نهائيا. ولكن اليوم في 2024 البرابيش اللي ما كانوا جدودهم يعرفوا الجزائر اليوم حاملين الإعلام الجزائرية. المغرب عنده علاقة تاريخية مع السلاطين، اليوم ما تجبر قبيلة صحراوية إلا وعندها امتداد في شمال المغرب، الرقيبات عندهم امتداد في شمال المغرب. سيد أحمد الرقيبي من ذرية عبد السلام بن مشيش، التكنة جبرهم في الجنوب جبرهم في الشمال، السبعين جبرهم في الجنوب اللي هو الصحراء المغربية جبرهم في الشمال. ما تقد اليوم تحط صبعك على قبيلة واحدة من قبائل الصحراء إلا وجبرتي امتدادها في شمال المغرب، إلا جبرتي علاقته مع ساطين المغرب بالروابط بالظهر بكل شيء. ولكن اليوم هذا الصحراوي مع احترام واحد الفئة كبيرة، واحد الجزء انا كنتكلم على واحد الجزء فقط، كيخوضوا الابتزاز ضد الدولة المغربية، يتحركوا فقط من اجل مصالحهم الخاصة لا من اجل مصالح المجتمع والشعب المغربي كامل من طنجة للقويرة. نقول لكم بواضح العبارات، لاني عدت مؤخرا في هذا العامين التاليين واحد المجموعات كيتحركوا، ها تنسيقية الوديان، ها ما نعرفهاش، ها كذا، ها احنا حقوقي هذا، وحنا مغاربة ولكن المغرب احتلنا، احنا مغاربة والمغرب استرجع الصحراء والحسن الثاني الله يرحمه وعاش الملك محمد السادس، ولكن المغرب احتلنا والغزانا وقتل باتنا وجد. هذا هو النوع الخطاب اللي عاد عندهم استفزازي، تحركاتهم وحركاتهم وكلامهم يخدم اجندات الاعداء بطريقة متعمدة او غير متعمدة، المهم في الاخير يخدم البوليساريو والجزائر، وتشك فعلا على انه حد من خارج البلاد يحركهم. نقول لكم بواضح العبارات، لانه اغلب الاجتماعات اللي كنشوف انا في جنوب المملكه المغربيه من عند قليمي، مع احترامي واحد الفئه كبيره لانه كاين في واحد الفئه حقيقه وطنيين، ولكن كاين واحد الجزء يعود عندهم اجتماع متنكر للمغرب، ما تشوفش عالم المغرب كاع، تشوفوش يتكلم معاك باسم قبيلته يحجل لك على انه قبيلته دوله، لجان ما نعرفهاش والوديان والسماء والارض والتراب والمغرب، وحنا ما عندنا علاقه بالمغرب وكذا ونا والسماء. شوفوا الناس تعلموا من البرابيش، تعلموا من هذو البرابيش، سياني في الشمال الموريتاني ولا في موريتانيا ككل ولا في الجنوب الجزائري ولا حتى في مالي. انا ايام شفت صوره البرابيش مع قائد القوات العسكريه الماليه والرئيس المالي، هذا اللي يقول هو القلابي، يا مش معاه صور يفتخروا به، يفتخروا على انهم ماليين رغم انه ماليين ما يتكلموا العربيه، ما يعرفوا البيضان ولا يعرفوا بني حسان.
فكيفاش حنا مغاربة اللي الملك والأسرة العلوية عرب، وهذه الملكية في المغرب والأسرة العلوية عندها علاقة أكثر بالصحراويين من علاقة اللي عند العلويين مع الأمازيغ والريف وما إلى غير ذلك. علاش؟ لأن العلويين عرب والصحراويين فيهم العرب والأمازيغ أمازيغ. ورغم كل هذا نشوف هنا بعض الصحراويين يتنكروا لمغربيتهم. علاش؟ نوع من الابتزاز من أجل مصالح خاصة لا يليه الله. هذه راه حقيقة، وراه هذا الشيء عطى الله ما يتقال فيه، لأن كل شيء واضح. ابتزاز من ابتزاز من أجل مصالح خاصة، والابتزاز من أجل ابتزاز من أجل خدمة أجندات أخرى، لأنه أشخاص مختلفين. كاين اللي كيخدم شخصه يبتز الدولة من أجل مصالحه الخاصة، من أجل الكارطية والامتيازات وما إلى غير ذلك، وكاين اللي كيبتز الدولة خدمة لأجندات خارجية كتخدم الأعداء، وكاين اللي إنسان طيب وخالق ومحترم، كاين اللي عنده مطالب فعلا، مطالب ديك أنا أرض قبيلتي وكذا وما نعرفهاش، عنده هاد النزعة، عنده، ولكن الداخل تاعو نظيف، إنسان طيب خالق محترم، يشوف على أنه مغربي، ولكن هو تيقول على أنه هذيك الأرض أرض قبيلتي. يقدر يعود غلط، يقدر عنده حق، احنا ما عندناش معاه مشكل، ولكن ضد الاشخاص اللي ماشيين في هذا الطريق يبتزوا الدوله المغربيه ويبتزوا المغرب خدمه لاجندات خارجيه كتخدم بالدرجه الاولى البوليساريو والجزائر. وهذو الناس انا ضدهم، وكنعرف خوتهم بزاف، كنعرف كل ما هم كاملين حقيقه. كاين فيهم بعض الاشخاص من اطيب خلق الله، رغم انهم ماشيين معاهم من اطيب خلق الله، ولكن كاين واحد الاشخاص واضح من كلامهم وطرحهم لانهم كيخدموا اجندات خارجيه، انه عندنا نشوفوا حتى البوليساريو تمجد لهم، وتقبض من تحركاتهم تمشي بها الامم المتحده وتشكيل الامم المتحده وتشكيل مينورسو، وتقول المينورسو مثلا او الامم، تشوفوا الشعب الصحراوي راه مضطهد من الاحتلال المغربي وكذا. كل التحركات اللي توقع في الصحراء كتستغلها البوليساريو، وبالتالي خلاص القول هادو الناس كيخدموا البوليساريو كان بطريقة مباشرة فعلا أو بطريقة غير مباشرة، ولكن كل شيء يخدم البوليساريو يخدم الجزائر. المغرب ما يقد حد منكم يحرك منه زغبة، رغم كل هذا راه يقولها لكم المخزن اللي تقولون انتم المخزن، والله حتى الله ما تقدوا تحركوا فيه زغبة، مهما تحركتوا مهما ابتزيتوا المخزن ما يمكن تحركوا فيه زغبة. نسمعكم واحد جزء من هذا النوع من الخطاب باش تاكدوا، باش تقبضوا واحد فكره وافكار. حياكم الله ويحيي الشعب المغربي العظيم. نحن رانا نقولوا ونعيدوها للمره الالف، نحن رانا هاي الارض ارضنا نحن وارض اباتنا وارض جدودنا، وساقينها بدمائهم الطاهره، وهما هما اللي ضحوا من اجلها. وهذا ما هو كلامنا نحن، نحن عندنا المحاضر ديال الاداره الاسبانيه اللي اسرت اباتنا وسجنتهم وتكرفصت عليهم وحبستهم، ونحن هاو كاملين حالة واحدة. نحن اليوم نقولوا على أن أرضنا خط أحمر، اللي بقى واللي كره، أرضنا مليانة من الخيرات، والله اللي فيها الألماس، هما المواقع عندي هون، الألماس والذهب والياقوت والكوبالت وجميع المعادن النفيسة اللي هي عندي في هاي الوثيقة اللي تم اكثر من 30 موقع، ما يزيد على 30 موقع ملانا لا من الذهب، غير احنا الذهب مانا جابرينه ولا قط جبرناه. عندنا الاراضي ملانا من البترول ولا يمرق، هونا تيرس اللي باقي يمشي معايا نمشي انا بيشارها، اللي هي يمرق عاد ينبق البترول والنفط، غير احنا مانا جابرين شي من ذا. نحن اليوم نقولوا عن المستثمرين، نحن مانا مستثمرين، نحن الساكنه الاصليه مفقرين ومشوعين ولا عندنا شيء، كلها ما يروح ليه ما هو الليل وما عندنا شيء، ما نكذبوا على روسنا. اللي يقول عنا مستفادين احنا مستعدين نقعدوا معاه نكيفوا ونقولوا عنه كذيذيب ونزيزيف ورواخي ولا هو دال على شيء، يسوى هو منه. ونتحداكم واحدا واحدا، انا نعرف الديار اليوم اللي ما عندها مدخل ولا عندها والو، اللي هي تعاني الجوع، غير تعاني الجوع في صمت، ما تتكلم ولا تطلب، ويحسبهم الجاهل واغنياء من التعفف، هما نحن كلها يموت في جلده غير ما يطلب حد ولا يسعى حد. نحن نطلب لا مولانا سبحانه وتعالى
الله هو العاطي وهو المعطي، ومنين يعطينا شيء والله ما نافع فيه شيء، ومنين يحكم عنا ولي ذاك والله ما حكم فيه شيء سبحانه وتعالى. نحن مؤمنين، ناس مؤمنين وتربينا على الإيمان وتربينا على الصدق وتربينا على الصلاح وتربينا على مبادئ، ما أنا متربين على الخزو وما أنا متربين على المسائل الرواخية والدنيئة. اليوم نقول لكم على أن نحن أرضنا رانا ما نتنازلين عنها، إلا بقيت واجلوها إلى يوم 29 ولا بقيت واجلوها إلى يوم 29 في الآخرة، الأرض ما نتنازلين عنها، لا نتموا إن شاء الله نتموا حامين هاي الأرض اللي هي أمانة في أعناقنا. نحن هذه الأرض اليوم نحن أمانة في أعناقنا. ويا 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 الناس قاع أخوتي، إحنا قاع مالنا طالبين ياسر، شوفوا أنتم المعطلين اللي عندنا. نحن هذا المجلس الاجتماعي الاقتصادي قال عن اكبر بطاله في جميع المملكه هي في الاقاليم الصحراويه. ايوه ادرك جملي، حتى قاع كوادرنا الكبار منين هما في المصالح ومنين هما في الوزارات؟ نحن نمثلوا نص الصحراء، كوادرنا ما عندنا كوادر كبار في الدوله. الدوله خاصه تخرصنا بواحد المنظار اللي هو ديال رابح، وتخلص عيالنا وتخلص ناسنا وتخلص دكاترتنا وتخلص الناس اللي عندهم مستويات كبيرة، خاصة تحلر في الأمور، وخاص حد كله يعود يعرف قدره ويعرف جهته ويعرف مسائله. احنا منين ما نعرفوا جهدنا ما لنا له نعرفوا مسائلنا. أضريك للمرة الألف نقول لكم الله يجازيكم، عنا أرضنا رانا خطنا أحمر وما نتنازلين عنها ولن نتنازل، وقطعوا الأعناق ولا قطعوا الأرزاق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خالصكو أنا عايد حالتي شوي أود كلام ذاك الراجل ما له معكم في المطار ما يعرف الخيام اللي ناس يصحح ما يضر يغلب عطل لامني مكتبر إياهم بعض ما يظهر ضعفهم أخبار طلاب هذا كانت يا شيء يقول فيه خالص أيوة هذا هاي ما المحيين المطار من يعاني أيوة هذا شنو؟ لو تكلمون عن هذا يقولون ان قال الراجل كانوا كذب كانوا حق والخير منين؟ من تعود الناس فهم عنه. قال هو عن اثبات بالخرب وتو يتقارنوا بسم الله. يقولون بالنسبه لهذا الراجل كلامه هذا شنو طبعكم عنه؟ مرحبا بك سيدتي الوري، تحياتي لك على راديو الساقية الحمراء وادي الذهب 18/4. والله إلا شفت هذا الفيديو شفتك أنت دائما تعلو يا غير هذا راه ما هو هي نقطة البحث احنا شادين أخبارها. هذا يتكلم عنه هذا الراجل موضوع الصخرة في ما يستثنى هذا في كل بلد، راع لك الجنوب الجزائري وراع لك موريتان قطريت حد منها التازياست طريق اللي فيها ذهب تازياست من قبائل موريتانيا يقول هذه أرضنا وعطونا حقوقنا. أنت قاعد لي موريتانيا قطريت واحد من الزويرات يقول لك الحديدنا وعطونا حقوقنا. قطريت الحوت اللي في موريتانيا وأغنى هو من الصحراء. قطريت حد قاعد من قبائل الصحراء اللي بحاذية أركيس والفريع وذيك الدنيا يقول لك هذا حوتنا وعطونا منه حقوقنا. قطريت قاعد رعلك الجنوب الجزائري هذا جانت وإليزي وعقزام وتيم زواتين وتيم ياوين تمر راس بوجباج المختار اللي فيهم النفط والغاز الطبيعي اغنى منطقه. مش شوفوا مدنها وشوف قراها شوفوا لها قطريت نقولوا احنا خيراتنا ما خيراتنا هذا اللي عاد احنا في الصحراء دي دواعي احنا نعرفوها يا 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 الولي. ثاني احنا نقطه بحثنا ما هي دي الدوله من تعود الارض للدوله اذا عاد حتى عنده وثيقه تثبت ارتباطه بالارض يتقدم ينتر وثيقته عنه كاسب تيرس وكاسب بيرنزاران وكاسب يثبتها خارج مقاربة تعدل فما ما يدخل تفاصيل هذا ضرق فهمتني فعلا أعلنوا خيرات المنطقة تستفاد منها المنطقة في إطار مقاربة شمولية ما أنك لا تقول هذا الذبرة لي ولا الماس لي ولا هذا ما يعدلوها الجزائر في الجنوب الجزائري ما يعدلوها التازياست في اللي فيها ذهب منطقة تازياست اللي معروفة القبيلة اللي كانت تسكن فيها الزاز ولا فيها موظف في الشركة. تالي هذا الأسلوب احنا نعرف اللعب فيه ونعرف استعماله كيفاش نعرف كيفاش يتم استغلال الدواعي سياسوية صغيرة وقصيفة
شوف معايا، لا المقاربه الكبيره السياسيه في اطار حل قضيه الصحراء، اما هذا كامل، هذا كامل قصيف بالنسبه لي انا يا الولي. ما هو انت اذا عبيرك مع المغرب اللي على انه ما معطي امكانيات الحضره، ما عندك مشكل، معناه انك تقابل على المغرب يعود موجود، يا غالي لا خاصو يعطي للناس الوظائف، قابل عليها لا خاصو يتركب مع الناس. لو عرف السكانك باغي المغرب يمشي عنك ولا باغي يعاون الناس يعطيهم حقوقهم.